السلام عليكم أصدقائنا ومرحبا بكم في قناة جلسة الكيمياء. اليوم سوف نتحدث على طريقة إزالة الصدأ أو يعني إعادة واسترجاع أي جسم أو أي أداة حديدية كيفما كانت صادئة إلى يعني كما لو أنها جديدة، يعني سنقوم بإعادتها إلى شكلها الأصلي. إذن في هذا الفيديو هنا سوف نتحدث عن يعني أدوات عادية وبسيطة يمكنك أن تجدها في أي مكان وكذلك متوفرة في كل الأسواق ولن تتطلب منك الكثير من المال وكذلك الكثير من الخبرة. إذن قبل أن نبدأ بالفيديو أطلب منكم المشاركة في القناة والضغط على الجرس وعلى لايك للفيديو لكي نستمر في تقديم مثل هذا النوع من الفيديوهات. إذن متابعينا كما تشاهدون هذه المفتاح لن نتحدث عليها حاليا، هذه هي يعني قطعة حديدية كما تشاهدون صادئة، يعني إن أردنا أن نزيل عنها هذا الصدأ سيكلفنا الأمر يعني تلك الأداة أو كما نقول تلك الذي نحك بها الحديد، وبالتالي سيتطلب منا هذا، هناك العديد من الأشخاص ليست لديهم هذه الأداة وكذلك سيتطلب منا الأمر قليل من الخبرة ويعني أدوات إضافية، وبالتالي الحل الذي سنقوم به هو أنصحكم بشراء هذه المادة التي هي الخل الأبيض، يعني كما تشاهدون فينياغري بلون، يعني الفينيغر أو كما يقولون لها الفينيغر الأبيض يعني الخل الأبيض. هذه المادة كما تشاهدونها توجد في كل المحلات التجارية، ستجدها في حيك وفي مدينتك، يعني مادة رخيصة في الثمن، أعتقد أنه في المغرب القنينة تباع ب3 دراهم، لذلك ربما تكفيك فقط واحدة أو اثنتين لتقوم باسترجاع الأدوات الصادئة إلى أصلها الحقيقي. يعني ما سنقوم به أصدقائنا هو الحصول على يعني التوفر على إناء أو يعني أداة أو إناء على هذا الشكل البلاستيكي، نضع فيه الجسم الصدي ثم نقوم فقط ب يعني صب الخل الأبيض عليه. يعني من الضروري أن يكون الخل الأبيض لأن هناك نوع آخر لا أعرف اسمه ولكن لا يعطي نفس النتيجة، الفينيغر بلون أو يعني الخل الأبيض هو الذي يعطي النتيجة المثالية والمطلوبة في هذه المهمة. إذن تقومون بوضع الخل عليه حتى يغطيه كاملا، ثم بعد ذلك تقومون بترك هذا الإناء على هذا الشكل هكذا، تتركونه لمدة 24 ساعة يعني يوم كامل، ثم بعد ذلك ستأخذون يعني ستجدون أن الكثير من التفاعلات وقعت على ذلك الجسم ويمكنك إزالة الصدأ بواسطة يعني مشط هكذا، مشط حديدي خاص بمثل هذه الأمور أو فقط بمشط عادي مثل هذا المشط هكذا الذي سيسهل لك يعني عملية إعادة الصدأ. ويعني دليلا على ذلك لدينا هذا المفتاح الذي كان صادئا كثيرا، ثم بعد أن قمنا بهذه العملية عليه أرجعناه يعني قمنا بإعادته إلى شكله، يعني ليس تماما ولكن فيها القليل من العمل بعد ذلك، ولكن المهم كما تشاهدون أننا قمنا بإزالة الكثير من يعني الطبقة الصادئة عليه وذلك أعطى نتيجة حسنة جدا، يعني بأدوات بسيطة وغير مكلفة، كذلك لن تتطلب منك الكثير من الأدوات والكثير من يعني المستلزمات التي تكون غالية في الثمن ولا تتوفر لدى الجميع. إذن إلى هنا أصدقائي نكون قد أتممنا هذه الحلقة، ولهذا نطلب منكم مجددا الاشتراك في القناة، لا تنسوا يعني الاشتراك معنا بالضغط على الزر الأحمر سبسكرايب وكذلك الإعجاب بالفيديو لكي تدعمونا لنقدم لكم يعني كل الجديد وهذه النوعية من الفيديوهات التي أنتم في حاجة إليها. إذن وداعا وتحياتي لكم، إلى اللقاء.